السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم اخواتي في قناه زينب الموبيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الوصفه مغربيه محضه اللي هي عباره على المدفونه الفيلاليه. بالنسبه لهذا المدفونه قبل ما ندوزوا للمقادير نقول لكم اخواتي ما تنساوش تابونا اذا كنتوا تشتركوا في القناه اذا كنتوا جداد بطبيعه الحال وتفعلوا الجرس، واذا كنتوا ديجا مشتركين ما عليكم الا ديروا لايك وتخليوا تعليق اسفل الفيديو. بالنسبه لهذه الوصفه غادي نحتاجوا لها على بركه الله. انا هنايا غادي ندير 300 غرام ديال الدقيق الابيض و300 غرام ديال الدقيق القمح الممتاز اللي هو الفينو، معلقه ديال الخميره الفوريه، شويه ديال السكر، الملحه والماء دافي باش غادي نعجنوا. يعني عندنا العجينه ديال الخبز اليومي، يعني العجينه ديال الخبز عاديه غادي نعجنوها نخليوها تخمر وعاد نشوفوا الحشوه ندوزو على بركه الله بدل الطريقه ديال العجن. هنا كنحاولوا على بركه الله نخلطوا المكونات اللي هي جافه. ممكن اخواتي ديروا حتى دقيق القمح، يعني اللائق ديال القمح الكامل ممكن ديروه بدل القمح هذا الفينو. بسم الله، غادي نعجن بالماء دافي. هنا كما كتلاحظوا كنعجنوا العجينه عاديه، نخليو عجينتها شويه مرخوفه. غادي ندير الملح، صافي غادي ندلكها واحد شويه نخليها تخمر. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا على بركه الله 500 غرام ديال اللحم ديال البقري مقطع رقيق، يعني نكونوا رقينا على البروشيط يكون رقيق بزاف لان حنا غادي نطيبوها غير في الدار، لهذا خاص يكون مرقم مزيان. اللي بغى يصيفطها الفرن يمكن يخلي اللحم بحال الشكل ديال البروشيط. غادي نحتاج شويه ديال الشحمه الكلوه. بالنسبه للحم ممكن تضيفوا حتى الكلوه ديال الغنمي، ممكن تضيفوا يعني واحد الربع تقريبا ممكن تضيفوها لهاد اللحم هذا كتجي مده اكثر. غادي نحتاج ثلاث حبات ديال البيض مسلوقين اولا جوج حبات، يعني البيض مسلوق وصافي، يعني ما عندوش واحد الكميه اللي هي محدده. شويه ديال الهريسه، واحد الحفينه تاع اللوز صغيره، شويه ديال القزبر معدنوس مقطعين رقيق، حبات ديال البصله مشلضه مزيان. بالنسبه للتوابل غنحتاجو الملحه، معلقه كبيره ديال راس الحانوت، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الكمون، هنا كيكون الكمون بزايد، راس معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود. غادي نحتاجو هنايا نص معلقه ديال التحميره او البابريكا او الفلفل الاحمر حلو مطحون، ونص معلقه ديال القرفه مطحونه. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله الطريقه. حنا كناخدو اللحم اللي عندنا، قلنا عندنا 500 غرام ديال اللحم ديال البقري، وهذا الحل لحم البقر كنقطع رقيق، نضيفو عليه حبة ديال البصلة، قزبر ومعدنوس، نضيفو التوابل، عندنا معلقة كبيرة ديال الكمون، راس الحانوت، تحميرة القرفة، شوية الإبزار، الفلفل الأسود، القليل من الملح، عندي معلقه ديال الهريسه ممكن دير السودانيه، هي كتجي شويه حاره ماشي حاره بزاف، هو المقياس. هاد المكونات كلها غادي نخلطها بيديه، غادي نمزجها مزيان. هاد المكونات ما غاديش تطيب، يعني ما غاديش نشحوها من قبل، عاد غادي نعمروا بها، هي غادي نعمروا بها الخبزه وهي خضراء. داكشي علاش قلنا لكم غادي نشرح لكم اخواتي انكم ترقوا مزيان هذاك اللحم. بسم الله، نخلطو مزيان. من بعد ما خمرت لي العجينه كناخذها غادي نقسمها، نحاول واحد الكره تكون كبر من اختها، يعني بحال هكا. انا غادي نقص شويه من العجينه لان عندي لاطه صغيره، هنا كما كتلاحظوا كتكون واحد الكره كبر من الثانيه، لان هذه غادي تجي لتحت وهذه غادي تجي لفوق. غادي نحاول نطلقها على بركه الله، نقرصها عادي بشويه ديال الفينو كيف قلنا بالاستعانه بشويه ديال الدقيق. انا غادي نقلب الفينو هنا، كلكم ديروا غير فورس. هنا كنطلقوها كيف ما كتشوفوا، حاولوا ما ترقوش وما تغلطوش. هنا كنطلقوا الخبزه حتى هي، يعني ديك العجينه الكره الثانيه كنطلقوها ديك الصغيره صافي. هنا غادي نحاول على بركه الله كنزل الحشوه ديالي. بسم الله، كندير ديك الحفينه ديال اللوز وكنصطف البيض. بسم الله،
غادي نجيبو هذيك العجينه الثانيه، هذيك الكره الدقيقه يعني الصغيره عفوا، وتنبدا نسدها هكا مزيان، تنكولي هذا الجناب مزيان باش ما يتحلوش ليا، لان انا غادي نقلبها. هنا كما كتشوفوا من بعد ما قلبتها في اللاطه فاش غادي ندخلها نرقو قد ما كان ديما خاص العماره تكون يعني اكثر من الخبز، يعني تكون اكثر من العجينه، الحشوه تكون اكثر من العجينه. دابا غادي ندخلها الفران، نتوما الا قدرتو تصيفطوا اخواتي الفران تاع الحومه يكون احسن. انا غادي نطيبها غير الفران ديال الدار، كطيب يعني بحال الخبز عادي على 200 درجه من الفوق والتحت. لكن ما كتلاحظوا معايا اخواتي الخبز ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، غادي نعاود نذكر بالنسبه للفران كنطيبوه على 200 درجه. انا عندي الفران ديال الضو، درت الشبكه لتحت لتحت ماشي الوسط لتحت، حطيت اللاطه ديالي وشعلت الفوق لتحت على 200 درجه. الفران تيكون مسخن قبل ما ندخلوا ليه الخبزه، الفران خاص يكون سخون مزيان، يعني ملي تبدا السيده تشكل في الخبزه ديالها تسخن الفران كندخلوها كنطبخ معكم تقريبا واحد 30 حتى 45 دقيقه على 200 درجه، لان كتاخذ شويه طياب صافي تنخرجوها. بالنسبه للعجينه كنأكد ما ديروش فيها لا زيت ما دير فيها حتى شي حاجه باش الخبز ماشي الحين يتحمر وتبقى لنا الحشوه خضراء. هنا كما كتلاحظوا الحشوه طيبه، لان كما كتعرفوا اللحم قطعناه قطع رقيقه بزاف. هاد الخبز كتجي لذيذ لذيذ بزاف صراحه لله، وكتقدمها بطريقه الحال مع اتاي، اتاي يكون ما يكونش بنعناع، يعني يكون اتاي اما بالعشوب او اتاي بالزعفران او لا بالعرك. المهم كنتمنى ان شاء الله ان هاد المدفونة الفعلية انها تعجبكم، ولا عجبتكم اخواتي بحال ديما تنساوش ديروا لايك الفيديو. قبل ما نختم اخواتي كتلاحظوا هنا وضع الثقوب، يعني قبل ما ندخلوا الفران راه كاينين الثقوب هنا، غيت واحد الكيردون وحاولت انني ننفس هاد الحشوه، يعني كننفسوا الخبزه ديالنا. هذه المساله اللي هي ضروريه. كنتمنى ان شاء الله ان الوصفه تعجبكم ولا عجبتكم بحال ديما، ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. لكم من الاجمل تحيه لحقكم كل حوالي.